بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وعلى بركة الله تم افتتاح هذا الجسر، جسر المشاة، اللي هو لأول مرة يكون هناك جسر للمشاة على نهر دجلة. طبعا نبارك ونحيي جهود العاملين من شركات وزارة الإعمار والإسكان والجهات الساندة، وزارة الموارد المائية وكذلك أمانة بغداد، على تنفيذه رغم فترة التأخير التي حصلت لظروف كثيرة. هذا جزء من الخدمة اللي تقدم للزائرين ولحركة المواطنين من وإلى منطقة الكاظمية. طبعا اخترنا اسم جسر الحرية لاعتبارات ولدلالات لهذه الكلمة، لأنه هذه المنطقة كانت في زمن النظام المقبور ممنوعا تتواصل بين القريعات والكاظمية. كذلك الزائر يتوجه إلى أشهر سجين في التاريخ هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام. فإذا جسر الحرية هو جسر المشاة، وإن شاء الله قريبا تكون هناك خدمات إضافية في هذه المنطقة استكمال لأصل هذا المشروع وفق التصميم الموعد من قبل الوزارة، بما يجعله مرفق خدمي ترفيهي سياحي يليق بهذه المنطقة والخدمات المطلوبة.